السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. يعود حسين لينضم إلينا لمتابعة المزيد من التطورات حول أداء الأسواق العالمية. حسين، إذا الحدث الأبرز صنع في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، وبيانات الوظائف هي التي كانت أكثر شيء مؤثر على الأسواق. صحيح، يعني كانت بيانات الوظائف هي التي كان المحرك الأساسي لمؤشرات أسواق الولايات المتحدة، وبالتالي سنناقش هذا الموضوع مع السيد مازن سلهب وهو المحلل المالي الأول في سويس كود بنك. مازن، بيانات مخيبة للأمال، يعني كنا نتوقع وظائف فوق 190 ألف أضافها الاقتصاد الأمريكي، جاءت دون 90 ألف. برأيك هل هو فقط، يعني هذا هو أدنى مستويات من شهر جون 2012، هل هو فقط تصحيح بسيط لهذه يعني الترند الصاعد، أم هو ربما انعكاس اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو مزيد من البطء في هذا الاقتصاد؟ يعني عم نشوف حسين انه بيانات الوظائف عم تكون فعلا غير ثابته بشكل او باخر خلال الفتره الماضيه. انا اعتقد بانه لا يعني لا تشير هذه الارقام الى خلل كبير او ضعف حقيقي في 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 اليه الاقتصاد الامريكي في قدرته على خلق الوظائف. اعتقد هي عمليه اشبه بعمليه تصحيح ربما في اسواق العمل بالوقت الحالي. عم نشوف نحن الاقتصاد الامريكي عم بيكون متجه بشكل تدريجي وصاعد. انتبه انه ما عم بيكون في عندك انت نوع من يعني بيكون في عندك انت نوع من الريكفري والتحسن، لكن هذا التحسن بطيء في بعض الحالات، واعتقد هذا سبب رئيسي جدا. باعتبار كمان في عندك انت مواضيع معلقه كانت خلال الفتره الماضيه، يعني موضوع شفنا الميزانيه وعدم القدره الى الوصول الى اتفاق بهذا الموضوع وتخفيض الانفاق بمقدار 1.1 تريليون دولار، اعتقد يعني اثر بشكل او باخر على مستويات الوظائف اللي شفناها خلال الفتره الماضيه، لانه انت ما تنسى شغله مهمه جدا انه في عندك كثير من الوظائف في الولايات المتحده الامريكيه هي وظائف مؤقته غير مرتبطة بشكل ثابت، وبالتالي ربما موضوع هذه التخفيضات أثر بشكل أو بآخر، لكن لا أعتقد بأنه هي سوف تكون يعني بمعنى إشارة إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي أو إلى أنه الاقتصاد الأمريكي دخل في مرحلة الضعف. أعتقد هي مرحلة مؤقتة ربما تستمر فترة شهر أو شهرين، خلينا عفوا يعني مجموعة أسابيع، بعدين يعني ممكن نحن نرجع نشوف تحسن جيد يعني بيانات العمل في الأسواق الأمريكية. طبعا بعد صدور هذه الأرقام بدأت التوقعات بشأن استمرار أو تتأكد بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي في مشترياته من الأصول، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن أهمية هذا العنصر في بناء توقعات لأداء الأسواق أو الول ستريت في الفترة القادمة. أعتقد بهم جدا وراء هذه النقطة جدا. برنانكي دائما كان يعني يعيد ويكرر على أنه النقطة الأساسية في آلية يعني التحفيز الذي عم يعملها الفيدرالي الأمريكي هي سوق العمل وآلية البطالة، ونحن شفنا البطالة وصلت لمرحلة 7.6% وهي نسبة ممتازة جدا قياسا بالسنوات الماضية، لكن أعتقد بأنه هذا يعني بيانات الوظائف سوف تدفع الفيدرالي الأمريكي ربما لإعادة نفس الخطاب اللي نحن شفناه خلال الفترة الماضية، وفي خطاب الـ FOMC اللي بده يكون بعد يومين ثلاثة أعتقد سوف يكون لديك التركيز على نفس الفكرة هي بيانات سوق الوظائف. بمعنى آخر لا أعتقد بأنه الآن مطروح في الوقت الحالي حاليا تخفيض كميات الأصول المشترات من قبل الفيدرالي الأمريكي أو التغيير حقيقي وجذري في سياسة الاقتصاد الأمريكي على الأقل في الوقت الحالي، ربما في النصف الآخر أو في النصف الثاني من السنة ممكن مثلا إذا شفنا شهرين أو ثلاث شهور تحسن جيد ربما يكون الفيدرالي الأمريكي أمام خطة لتغيير، لكن أنا أعتقد في الوقت الحالي لن يقوم بتغيير الأساسي لأنه العامل الأساسي في الخطة الأمريكية الحالية هي أسواق الوظائف الأمريكية، وإذا كان الاقتصاد الأمريكي قادر على خلق وظائف عمل والتحسن بشكل ممتاز سوف يكون عامل ايجابي على تغيير سياسه الفيدرالي، لكن في الوقت الحالي لا اعتقد بانه هذا مطروح. ويعني حتى شفنا نحن برنانكي بخطابه خلال الاسابيع السابقه عاد على انه فكره مهمه، هناك تحسن لكن هذا التحسن ربما يكون معرضا للخطر، هناك تحسن لكن هذا التحسن ربما يكون دائما عندك انت مطبات، لانه انت يوم بيكون في عندك ازمه ماليه كانت مثل 2009 من المستحيل انه يكون في عندك تحسن ممتاز، لا سيما انه في عندك تحديات اخرى تاتي مثلا من الاسواق الاخرى المنطقه الاوروبيه او حتى الشيء اللي عم بيصير حاليا في اسيا على سبيل المثال. طب مازن، انت ذكرت بان نسبه البطاله الان هي عند 7.6%، ربما يكون هذا رقم مضلل لبعض الشيء، لان يعني اذا اخذنا الليبر فورس او المشاركين في الليبر فورس هي عند ادنى مستوياتها منذ حوالي 30 عام او 1979، فيعني الذين يقدمون الطلبات الى هذا الفورس فهم عند ادنى مستوياتها، ولكن القوى العامله نعم يعني في نفس الوقت الفيدرالي سيستمر في سياسه التحفيزيه. طيب هل تعتقد بان يعني السياسه التيسيريه التي يتبعها الفيدرالي هي فقط تتجه يعني معظمها الى وول ستريت وبذلك هو ما يخلق الان الفقاعه في اسواق الاسهم والسندات، ام هي
فقط صعود طبيعي أنت برأيك؟ تمام. شوف، أعتقد بأنه الفدرالي الأمريكي عندما قرر القيام بعملية شراء أصول لم يكن يستهدف وول ستريت بشكل أو بآخر، ولم يكن يستهدف بالأساس أعتقد الأسهم الأمريكية أو الشركات الأمريكية. رغم أنه برنانكي أكد على نقطة مهمة بأنه الارتفاع اللي كان بأسواق الأسهم هو ارتفاع جيد، وهو يدعم آلية التحفيز وآلية التحسف الاقتصادي الأمريكي. الفدرالي الأمريكي عندما قرر القيام بعملية شراء الأصول بقيمة 50 مليار دولار على سبيل المثال كل شهر، أعتقد بأنه كان يستهدف الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي، يعني آليته بشكل عام، ليس فقط وول ستريت، الشركات، القطاعات الصناعية، قطاعات التوظيف، القطاعات البنكية بشكل أو بآخر، لأنه هو كان الأساس. ضخ 80 مثلا مليار دولار للقطاع المصرفي أو للقطاع البنكي في الاقتصاد الأمريكي كل شهر، وخلق آلية عند هذه البنوك لإعادة التمويل وإعادة القيام بدفع عجلة الاقتصاد الأمريكي. فإذا لم يكن يستهدف في وول ستريت، لكن أعتقد اللي عم بيكون في عندك أنت عم بيصير في عندك نوع من المبالغة ربما في الرهان على وول ستريت وعلى الأسهم الأمريكية. ونحن شفنا مثلا في عندك أنت مجموعة كتير كبيرة من الأسهم بالشركات الأمريكية اللي فعلا ارتفعت بشكل قياسي لكن رجعت تسدد كمان بشكل كتير كبير خلال فترة ماضية. لكن أعتقد بأنه يعني ربما هي لن تكون فقاعة إذا استمرت الأمور على ما هي الآن. يعني بمعنى الفدرالي الأمريكي سوف يستمر بعمليات الشراء، الاقتصاد الأمريكي في تحسن تدريجي، هذا سوف يدفع الاقتصاد الأمريكي أو المؤشرات الأمريكية إلى مزيد من الارتفاع. لا أعتقد بأنه في الوقت الحالي على الأقل حاليا مطروح موضوع الفقاعة في الوقت الحالي، لأنه عم بيكون في عندك أنت أصلا شراء جيد، ناهيك على أنه الأدوات المالية في الأسواق المالية الأخرى كالقارة الأوروبية غير مجدية في الوقت الحالي. فعم بيكون في عندك أنت أداء الأسهم الأمريكية مجدي، وهو يعني من قبل حتى المستثمرين الأجانب ومن يعني في آسيا في أوروبا، يعني نتيجة ربما وجود ضعف. ربما لو أنه الاقتصاد الأوروبي والقارة الأوروبية تمر بمرحلة جيدة، ربما لو أنه مثلا في عندك نوع من البيانات الصينية الإيجابية أكثر من اللي عم نشوفها، ربما كان في عندك أنت نوع من انخفاض إلى حد ما، أو يعني التمهل أو الارتفاع كان بسيط، لكن أعتقد هذا كمان أعطى دفع إيجابي للأسهم الأمريكية أيضا. لكن مازن، في ظل هذه السياسات التوسعية الكبيرة الفدرالي الأمريكي، لا نرى أي تخوف في التصريحات الفدرالي بشأن هذه التوسع القاعدة النقدية أو الكتلة النقدية في الاقتصاد التي من شأنها تخلق مشاكل في المستقبل. صحيح. وبالتالي لماذا لا يقلق الفدرالي من هذا التوسع النقدي أو في الكتلة النقدية؟ تمام. يمكن هو ما عم بيكون عنده قلق من هذا الموضوع، ربما لأن نسبة التضخم ما تزال متدني بشكل أو بآخر. نسبة التضخم اللي حاليا ما عم ترتفع أو ربما عم تكون متدني ما دون 2% لا تقلق الفدرالي الأمريكي في سياساته التحفيزية الحالية. لكن أعتقد بأنه يعني لأنه أصلا ما عم بيكون في عندك تحسن كثير كبير أو تحسن سريع، فعم بيكون في عندك انت مستويات التضخم ما تزال دون المستويات يعني المطلوبه. اعتقد بانه عدم الخوف من هذا الموضوع ياتي من هذا النقطه بشكل اساسي. لكن خلال الفتره القادمه، خلال 6 شهور القادمه، في حال ارتفعت مستويات التضخم فوق مستويات 2%، وفي حال استمر الاقتصاد الامريكي في تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي الجيد، هنا سوف يكون يعني يكون في عندك ضغط، وبالتالي سوف يكون في الأمريكي مجبر لتغيير هذه السياسات النقديه اللي عم بيكون موجوده. ولو ان هناك تساؤلات كبيره وتشكيك فيما يتعلق بالبيانات الرسميه للتضخم في الولايات المتحده، سنعود للحديث اكثر مازن عن تطورات الاسواق العالميه تحديدا اسيا وتطوراتها الكثيره في الاسبوع الماضي والمتوقع للاسبوع القادم بعد قليل.